للسينما مشاهدينا الكرام، إنه لا يزال فيلم The Furious 7 يحتل المركز الأول بقائمة البوكس أوفيس، محققا بذلك 120.9 مليون دولار. نتعرف على باقي الأفلام ضمن البوكس أوفيس. جولة جديدة إلى صلاة العرض نتعرف من خلالها على أجدد الأفلام الأمريكية ضمن فقرة البوكس أوفيس. تراجع آخر شهدته سندريلا هذا الأسبوع بنسبة 50% من أرقام الأسبوع الفائت، حيث حقق أجدد أفلام ديزني في آخر أسابيعه 17.5 مليون دولار، لتصل إيراداته الكلية بعد 3 أسابيع في شباك التذاكر الأمريكي إلى 150 مليون دولار، واحتلاله المركز الخامس لهذا الأسبوع. Divergent 2 فيلم، وبعكس التوقعات أتى هذا الفيلم بنسخة مشابهة للفيلم الأول من ناحية الجودة المتوسطة والإيرادات المختلفة، الذي تمكن في هذا الأسبوع من إضافة 22.1 مليون دولار عليها فقط، وهو انخفاض قدره تقريبا 58% من أرقام الأسبوع الأول، فهو هذا الأسبوع يحتل المركز الرابع. الفيلم الجديد جات هارد، التعاون المضحك بين ممثلي الكوميديا ويل فاير وكيفن مارتن، يحتل المركز الثالث بعد أن حقق في أيامه الأولى مقدارا لا بأس به